دلوقتي يا اتش هنعمل الأونيون سوب اللي هي شوربة البصل. يا سلام. اللي هي يسموها زمان في القرن الستاشر شوربة الغلابة. اللي زينا. لا يعني بس اللي هي زمان بقى في القرن الستاشر يا هشام الأونيون سوب دي كانت حاجة يعني مشهورة. البصل كتير وهي مية وبصل وشوية عيش وبتاع وياكلوها الناس، وبعدين تطورت في فرنسا لغاية ما بقت حاجة من الحاجات يعني بتاعت البهوات. كويس، وهي سهله جدا وعلمكم مفيده جدا، وطعمها لو اتعملت صح في كذا طريقه بتتعمل يا شاب. ما الناس ما بتدوقش معانا بس في كذا طريقه. اللي انت عايزه يعني ممكن احنا نعملها بطريقه، واحد يقول لك لا يا عم انت ما حطيتش مش عارفه ايه، ماشي ممكن تحط هي دي الطريقه بتاعتها، ولكن هي دي الطريقه اللي احنا عارفينها. هايل. الاول هنعمل ايه يا شام؟ اولا بالطريقه الفنيه بتاعتك. أيوة. حط لي زبده. اشد. طب اولع لك دي. اولع على ده واحط زبده اهو. مش اي واحد يولع. لا طبعا عايز زبده دي يا عمر. حط يعني مكعبين كده حلوين. مكعبين. يا سلام. ادي واحد. كمان واحد. كمان واحد. انت خلي بالك بقى. بكلمك جد. يا سلام. حاجه بقى يا هشام ناس برضو يمكن مش مؤلف عليها، ايه نوع البصل اللي تستعمله كمان؟ هل هو البصل الاحمر ولا هل هو البصل الاصفر ولا هل هو البصل الابيض؟ اختلفت الاراء. ولكن في شيف فرنساوي قال لك طب ما نعمل خليط، يعني نعمل خليط بين البصل نفسه. بين البصل الاصفر والبصل الاحمر. جربتها عشان طلعت فعلا حلوه جميله جدا. هنا بقى التريك بقى. فهنا ده ده يعني شوربه بصل بس ايه، تخلط الاثنين. تخلط الاثنين لان ده له طعم وده له طعم. حلو. يعني البصل الاصفر له طعم والبصل الاحمر له طعم. حلو. فانا هنعمل ايه؟ الزبده ساحت كده. هنروح حاطين البصل الابيض. البصل الاصفر. هو ده الاصفر؟ انا شايفه ابيض يا عمر. وبعدين هو ابيض بس بيسموه بس اصفر. مش كتير كده ولا ايه؟ لا ده كل ده والشرينك. هيكش. بالظبط هيكش. كويس. ولو لاحظت يا هشام هتلاقيني مقطع البصل جوليان. عشان الكلمه اللي انت انا بوافقك بس عشان الكلمه اللي انت بتقولها دي انه لما تقطعها جوليان نص حلقات او نص حلقات بيفرق عن لما تقطعها مكعبات. ده اللي انا بقى يعني كلام ما يخشش. لا معلش انا بقول لك كده. خد مني. احط لك زبده كمان ولا اللي لا شويه كده. حلو. هنقلب ده ونستنى البصل لما تكارملايز. يعني ايه؟ يعني يبتدي يدبل شويه او يستوي. يبقى لونه زي الكراميل. يبقى لونه زي برضه. نقطة تانية علشان في ناس يقول لك الله ده ما حطش دقيق على البصل كده. في ناس بتحط قبل ما بتحط تعمل القصة دي بتعمل البصل وتروح رش عليه دقيق. ده مش كل بصل يعني بس ده في الأكلة دي يعني. في الأكلة عشان تتقل. علشان تعمل تبقى كاراملايزد أسرع. وفي ناس يروح حاطين سكر. كاراملايزد مظبوط يا عمر. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي يا عمر بقى؟ دلوقتي هنحط بقى شويه ملح وفلفل. عندك اني الملح. بقول لك انا بحطه. هتقول لي ده الملح. ما بغلطش. علشان ايه؟ حلو قوي. ادي الفلفل. هايل. وادي الملح. اديني الملح. ثواني يا استاذ. ادي. اصل الاستاذ بيقلدني. ايوه. المخرج بيقلدني ف ادي ماشي. الملح. اوكي. اقلب لك. قلب. هايل. اقلب المواجع. وادي احنا لو نلاحظ هنلاقيه شويه بقى ايه لون دبل شويه ولونه بقى طري وكش بالظبط وكش ولونه ابتدى يبقى بني شويه. كويس. خلاص. ناس كتير قوي النقطه دي مهمه قوي يا هشام. ناس كتير قوي بيعملوا شوربه الفراخ هي اصلها. وده انا كلام موثوق منه ان هي بتتعمل بشوربه اللحمه. الأونيون سوب بتتعمل بشوربه اللحمه بس لو احنا ما لقيناش شوربه لحمه هنعملها بشوربه الفراخ عادي جدا. كويس. هنحط ورقتين لور. كويس. ادم شوربه يبقى بنحط بالظبط كده. وهنحط بقى الحاجه الجميله بقى هنحط. وفي ناس طبعا يقول لك مش اساسي بس بنحط شويه سكر. ده بيساعد الكاراملايزيشن. حكايه السكر هنحط شويه سكر. سكر كمان. ايوه. وبعدين هنروح حاطين شويه بس صغيرين توم عشان الطعم. وبعدين هنحط جوزه الطيب ومش كتير يعني لو عملناها كده اهو. طيب
بتدي بقى الله. اه طبعا نكهه جميله. الحاجات دي بتعمل فرق مش كتير. لو نسيت اي حاجه من دول او بتاع بتعمل فرق. خلينا نقول بس ولا يهمك. يعني ما اي حاجه ما تعمل فرق. بعدين بقى يا هشام. ايوه هنحط الشوربه. الشوربه بقى خلينا ننزلها لك بفنيه بقى. يا سلام. ما هي شوربه في الاخر. طبعا في الاخر وفي الاول شوربه. اوكي انت كمان حطه كمان. دي شوربه لحمه يا جماعه مش شوربه فراخ. تمام. في ناس بقى يقول لك لا ده لونها مش غامق قوي. مش هي دي القضيه. مش هي دي القضيه خالص. القضيه ازاي انت توصل للطعم اللي انت حاسس بيه ان انت بتاكل شوربه بصل. طب هو يعني هي فرنساوي عمر فرنساوي ويقول لك اونيون سوب. يعني ليها 100 اسم. هي ليها كتير قوي. بس انت عارف بدات ازاي يا هشام الاونيون سوب ازاي؟ كان في زمان في القرن ال 16 الناس كانوا بتيجي البياعين الجائلين كانوا يجي يعملوا ايه؟ يروح عامل لك كده موقف كده ويبيع لك فيه شويه عيش محطوطين عليه شويه شوربه ويقول لك ده للناس التعبانه. ايه قصدك يعني التعبانه؟ لا يعني الناس المرهقه. الناس المرهقه. ايوه. فيقول لك شويه ايه؟ شويه عيش على شويه شوربه. واخد بالك كده عاملينها اساسا الناس اللي هي دخلهم قليل. بالظبط. بعدين جت سنه 1765 جه واحد راح فاتح كده دكانه صغيره في الزواق. في الزواق. وابتدى يعمل الشوربه شوربه الاونيون اللي احنا عارفينها. واخد بالك. وبدات من هنا يعني بدا عمل له زي عربيه كده ما بنعمل. وبعدين ابتدى بقى يحط اونيون ويحط مش عارفه ايه وبعدين زودوا لك جبنه وبعدين والناس توقف تاكل. ايوه والكلام ده. فده بدايه هذا الكلام. وبعدين ازاي بقى عرفناها احنا كده بقى؟ ما هي بقى خدتها بقى وطوروها واللي حط لك بقى جبنه واللي حط عيش واللي حط مش عارفه ايه. ما انت قلت لي في واحد جرح فتح محل عمر. ايوه. ومن هنا بدات الاونيون سوب. بقى ريستوران من هنا جت. ده غير بقى كلمه اصل كلمه الريستوران. انا فاكرها جايه من لا اصل كلمه الريستوران ايه؟ تو ريستور. ريستورينج. طب هو دي تحرق من هنا ممكن نكمل. لا سيبها تحت. تو ريستور كلمه ريستوران جايه من ريستورينج. ريستورينج يعني كان في برضو زمان في القرن ال 16 برضو كان ناس يقول لك انا بعمل ريستور للاكله. بمعنى ايه؟ ان انا بدي لك اكل. كان الناس بيفتكروا زمان ان في سم والمسحه دي سمك ومش عارفه ايه وبتاع. فدي مش غير في البيت يعني. بالظبط. ما كانش في فكره ان مطعم بقى. ما كانش فيه فكره دي خالص مطعم. وبعدين برضو واحد خدها وراح فتح مش عارفه ايه وابتدى يبيع الاكل. بدا يبيع الاكل وبحاجات تانية بقى مش بس الشوربه. حاجات تانية كمان يعمل لك مثلا ابتدى يعمل ساندوتش ابتدى يعمل مش عارفه ايه. فابتدي من هنا جت كلمه ريستوران وبدايه الناس تاكل. طب ده سنه كام قلت لي؟ ده كان في القرن ال 16. يعني قبل ال 16 ما كانش في حد يفتح محل ولا ما فيش محل لك مانيو ولا الهوا ولا الهوا. طب وبعدين بس وبدات من هنا بقى كلمه ريستوران. والله ريستورينج سلم حاجات من عمر ده. قلب بقى عشان كده. بص هو اللي بنت نشوف. لا نشوف ال... فاحنا قلنا انت على فكره ليها كذا اسم. احنا قلنا في فرنسا اللي هي يعني اونيون سوب يعني دي معروفه هناك. فهو برضو بيسموها جراتان باريزيان. يا سلام. اللي هي يعني الشوربه او الجراتان اللي هو الحاجه المطبوخه صحيح اللي من باريس. احنا بقى شوربه بصل. بصل شوربه فحل بصل. صحيح. ادوق بقى عمر عشان انا اللي بظبط لك ال صحيح العمليه. طب قول لي بقى وحشه؟ والله برافو عليك عمر. لسه كمان مستنيك لما تقع في دي لازم تتسبك. والله انا اصل انا بقول وهم عارفيني. والله لو دي لازم تتسبك. طب بقى معلومه تانية بقى حلوه. قول كلمه سوب اللي هي شوربه. كلمة سوب. سوب على مهلك سوب. ايوه دي دي معنى من المعنى. كمان سوب على مهلك سوب. جايه من كلمة سوبا. زوبا او زوبا. زوبا. زوبا كولومباتيريا. او البتاع الروسي بتاعتك دي اللي عملناه. البرش. بوبش. البرش. كل بلد يا هشام ليها الشوربة بتاعتها. زي المينستروني الطلياني اللي احنا عملناه. والجاسباتشو. هنعمل ايه بقى يا هشام؟ ايوه هناخد الاول اول قطفه دي.
أول قطفة. انتبه. ايوه هنروح حاطين أول قطفة دي. حلو؟ أنا بقى بقول لك ده الفرنساوي فرنساوي يعني الشزار. هنكون عملنا إيه بقى؟ جبنا عيش فينو. أيوه. وحمصناه في الفرن. يبقى شكله كده. وهنروح حاطين أول حطة دي. أول رق. أول رق. ونروح عاملين إيه؟ شوية جبنة. يا سلام. ونروح حاطين الجبنة دي كده أول رق. طب شوفوا شوفوا بسيطة إزاي على فكرة دي يعني الشوربة دي في الشتاء بقى. ما بتاخدش وقت كتير زي ما انتوا شايفين. طبعا تكلفه طبعا مفيش شويه بصل ولا عندك بتاع ولا حاجه. دي الجبنه ايه اللي انت حطيتها دي؟ ممكن تحط جبنتين يعني ممكن تحط الجبنه العاديه الجبنه الرومي لو ما لقيتش ودي بتحط جبنه جريير. وبعدين يا عمر هتحط كده. والله انت جوعتني. وبعدين هتروح انت خلي بالك حطيت الرقه الاولانيه. هتروح حاطط بس مليانه بصل يا عمر. هي مليانه بقى بصل. هي مش تروح حاطط الرق الثاني. تروح حاطه كده. ممكن بتشرب الشوربه ممكن تحط اثنين لو انت حابب لان ده ممكن يبقى كده عشان بس ايه اهو. وتروح حاطط شويه شوربه ثاني عشان تسقسق بقى بيه العيش. يا سلام. هو العيش بيطرى وبعدين لو انت بتاكل بتغرزه طبعا. يا سلام. ولسه بقى لما يتحط في الفرن هتشوف حاجة تانية خالص. اهو زي ما احنا شايفين كده. وبعدين تروح جايب الجبنة الجريير برضو تاني او الجبنة الفلامنك زي ما انت شايف. انتوا منتبهين معايا ولا مش منتبهين؟ ده بقى تجيبوا البتاعات دي وتعملوا كذا واحدة. ايوه كده احنا خلصنا. كده خلصت.